عايز حد يلومني، عايز حد يقول لي ان انت كنت غلطان يا فاضل، عايز حد يفتح معايا الموضوع تاني، ها، عشان اشوفه هيجرؤ ويقول لي ايه بالظبط. عايز حد يقول لي اخوك كامل لسه عنده حق عشان اقول له لا. كامل خد حقه تالت ومتلت، خد حقه زمان وخد حقه النهارده كمان، وكلكم كنتوا شهود. بس انا مش قادره افهم ليه انكل كامل يعمل كده. لانه ما كانش في حاجه ممكن تتعمل غير كده. كامل صح وانا كنت صح، احنا الاثنين كنا صح لما قلنا ان الجوازه دي غلط، ما تنفعش، اصلها مش جوازه والسلام. الموضوع مش واحد هيتجوز واحده خلاص خلصنا، الموضوع اكبر من كده بكتير، شرخ كبير. ما ينفعش تجيبي حته لزق وتلصميه وتقولي ايه ممكن يرجع زي الاول. مش هيرجع. وحته اللزقه دي ممكن في اي وقت في ثانيه واحده تتقطع. ايوه يا بابي، ذنب ناديه ايه؟ بلاش، ذنب احمد ايه؟ ذنبها انها بنتي، ذنبه انه ابن كامل اخويا. بقول لك ايه، انا مش عايزك تفتحي معايا الموضوع ده مره تانيه، تفهم ولا لا؟ وبدل ما تكلميني في الموضوع ده الاولى تكلميني في موضوعك انت. موضوع ايه يا بابي؟ سامح يا حبيبتي، يوه ترمي نفسك يا ريهام. سامح اللي بسبب جات له القهره واللي ممكن يتجوز واحده تدمره مش شبهه، كل ده ليه؟ بسببك انت، الراجل اللي مستنيكي. وإذا كان شغلك في دبي هو اللي بعدك عنه، وبدل ما ينسيك ويهديك ويرجعك لعقلك خلاك تعملي كده، قسما بالله العظيم ما انت رايحة دبي تاني. إيه اللي حضرتك بتقوله ده يا بابي؟ بلا بابي بلا زفت، فيش بابي تاني. أنا خلاص سكت كتير، كنت كل شوية أقعد أقول لنفسي بكرة يكبروا ويفهموا ويعقلوا ويتصرفوا صح. واضح ان مفيش فايده، خلاص انا لازم افوق لكم يا اولاد فضل، هفوق لكم. اتوافق الصناطة عليها يا ناديه؟ طب ما كنت تخش وتسمعي الكلام للاخر عشان نخلص من الهري ده، ولا انت فاكره اني مش شايف ضلك ولا حاسس بيكي؟ اجري اهربي، روحي كلميه في التليفون، يمكن انتوا الاتنين تفوقوا وتعرفوا انه ما ينفعش. ولا روح ارمي نفسك وحض امك عشان هي تقول لك بنفسها ان الموضوع ده بايظ وان ابوكي كان عنده حق. كامل وفضل عمرهم ما هيرجعوا كامل وفضل، عشان كده ناديه واحمد عمرهم ما هيبقوا مع بعض. ما ينفعش. فهميها منال، فهميها.